ضحى، بالفعل يعني أحداث متتالية، آخرها كان إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان نحو مستوطنات إصبع الجليل. نتحدث عن أكثر من 10 مستوطنات، منها شامير، منها كفار بلوم، كفار سولد. هذه المستوطنات سقطت فيها الصواريخ، سمعنا دوي الانفجارات المتتالية، انفجارات كثيرة. لم نرى المنظومة الدفاعية، القبة الحديدية تعمل، أعمدة الدخان كانت تتصاعد باستمرار. بالفعل هناك عمليات عسكرية مستمرة من قبل جنوب لبنان ضد المستوطنات، إن كانت هنا في إصبع الجليل أو حتى في المناطق الأبعد، حيث سبقتها أيضا ضربات زخات صاروخية نزلت على حيفا وضواحيها الكريوت، وهناك حديث عن أن مسيرات شاركت في عملية حيفا. ليست هناك أي معلومات رسمية عن الأضرار التي تسببت بها ضربات حيفا والضربات البعيدة، وهنا نتحدث عن الصواريخ متوسطة المدى. بالفعل كان هناك إعلان عن حدث أمني، أغلقت المنطقة، نتحدث عن إصبع الجليل، أيضا كان الحديث عن تسلل لعناصر من جنوب لبنان. في الصباح الباكر تم إنهاء هذا الحدث الأمني، ولم يظهر بأن هناك من كان متسلل. هناك تبادل بإطلاق النار من الطرفين، حيث أن أيضا من جنوب لبنان أطلق على مستوطنة يارون ضربات بصواريخ مضادة للدروع، أسفرت عن قتل شخص وإصابة آخرين. الأعمال العسكرية أيضا من الجانب الإسرائيلي مستمرة، حيث نرى ونسمع باستمرار دوي المقاتلات وهي تنطلق نحو جنوب لبنان وتقصف، ونسمع أيضا أصوات الانفجارات على الجانب الآخر، كما أن المدفعية تعمل بفترات متقطعة لضرب مناطق في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يؤكد بأن العمليات العسكرية في العملية المحدودة كما وصفها مستمرة حتى إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم. اليوم تبدأ الأعياد العبرية، لكن مع بدء هذه الأعياد العبرية، وهو الموعد الذي قال عنه المسؤولون الإسرائيليون لعودة المستوطنين، لا زالت الأعمال العسكرية مستمرة وهي تستعر أكثر وأكثر يوما بعد يوم.